طيب خلونا نروح دلوقتي لزميلنا رامي محمد مراسل صباح الخير يا مصر عشان نعرف منه آخر فعاليات الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة بني سويف. صباح الخير عليك يا رامي. صباح الخير عليك وصباح الخير على كل متابعي ومشاهدي صباح الخير يا مصر من محافظة بني سويف وتحديدا من أمام النصب التذكاري اللي هيتم افتتاحه النهاردة ضمن فعاليات احتفال المحافظة بالعيد القومي. الاحتفالات اللي بدأت من امبارح مستمرة حتى النهاردة زي ما قلت لك هيتم افتتاح النصب التذكاري وأيضا من ضمن الاحتفالات سيتم وضع الزهور والورود على قبر الجندي المجهول تخليدا لذكرى شهداء المحافظة. أيضا من ضمن فعاليات الاحتفال هيتم افتتاح عدد من المشاريع التنموية والتطويرية للمحافظة وعلى رأسها مشروع الممشى السياحي وأيضا تطوير كورنيش النيل هنا في محافظة بني سويف. الاحتفال بالعيد القومي بيأتي في ويتزامن مع ذكرى 15 مارس تحديدا عام 1919 عندما قام أهالي محافظة بني سويف بقطع خطوط السكك الحديد لمنع امداد قوات الاحتلال الإنجليزي بالعديد من المواد والمؤن لمنع عليهم أي امدادات، وبالتالي هذا خلد ذكرى وملحمة كبيرة ملحمة وطنية من أهالي محافظة بني سويف في المشاركة ضد الاحتلال الإنجليزي في هذا الوقت. ومنذ هذا اليوم أصبح 15 من مارس هو العيد القومي لهذه المحافظة ويتم الاحتفال به كل عام. عودة إليك مرة أخرى. طبعا بنشكرك يا رامي على كل هذه التفاصيل. شكرا جزيلا رامي محمد مراسل صباح الخير يا مصر.